اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحبوا بكم اجمل الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي لنقل معاناه ويوميات مواطنينا الاحبه. الاخوه هنا يمكن هذه الحلقه الخامسه وياهم، وراح نستمر في حال انهم مستمرين فراح نستمر لنقل واقعهم. أنا ما أريد أتحدث عن الحلقات السابقة وأسولف عنها وعن إمكانيتنا بإرسال الرسائل إلى المعنيين، إلى السيد شخصياً. رسلت الحلقة إلى السيد نعيم العبودي، السيد وزير التعليم العالي، ورسلت الحلقة إلى الأخوة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحديداً مكتب السيد حميد الغزي، ورسلت الرسائل إلى الكثير منهم اللي هم أصحاب القرار، لكن للأسف إن شاء الله وبعدين وإن شاء الله نسهل لكم الأمر وإن شاء الله وإن شاء الله، ومن ذاك اليوم لليوم وهم منتظرين أنه يفرج عليهم، لكن للأسف لحد الآن ماكو. أنا ما راح أسولف هواي لأنه بصراحة أنا مليت من السوالف، وهم حقهم من يكونون بهذا الموقف من يكمل دراسته ويهمش. خلي أسويها بطريقة يهمش، لأنه فعلا يهمش، لا اللي تعب على نفسه بدراسته منطينا مجال وشايف طريقة وشايف دربه، ولا اللي عنده متراجع علميا شايف دربه وشايف وضعه، ولا حتى العلماء شايفين دربهم وعايشين في هالبلد هذا. لا، أهم بس يحصل شهادة عليا لازم يهجر ولازم يقتل ولازم. بصراحة الكلام أنا أقول معيب، لأنه هواي ناشدون دولة والدولة عاجزة عن الاستماع. وش يصير هسا على الدولة من ندز عليهم على المؤسسات الحكومية اللي موجودة بالخضراء؟ هم الآن مقابل الخضراء دزوا عليهم هذول الأوائل اللي تعبوا واللي درسوا، وافتح لهم المجال واسولف وياهم، اقول لهم شغلتكم تصير ما تصير، شنو موقفكم. لحد الان هم داخلين ما حد منطيهم ذابح القصه، ما حد منطيهم الحكي الصحيح، ما حد منطيهم الزبده ابد، وكانه هم عايشين في فوضى الان. شو وقت ما يعجب المسؤول وقت الانتخابات ان شاء الله الله يسهل يجون الهل. شفناهم بعد يوم عن يوم راح نذكر أساميكم يا النواب اللي وصلتوا واللي حكيتوا باسمهم واللي وصلتوا صوتهم على أساس، لكن للأسف ماكو حل لغاية الآن. الأوائل خلنا نشوف سالفتهم. الأوائل مستبعدين بقرار دمج الدراستين مع من الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللي أنا سولفت وأنا اللي دزيت رسالة شخصيا إلى مكتب السيد حميد الغزي. صار اعطيكم سوالف هسه تسولفوا براحتكم. الدائره القانونيه للامانه العامه سرقت حقوقنا باجتهادها بتفسير قانون 67 اللي دائما نصيح، قانون 67 اللي المفروض ينصف. وغريب في تظاهره انه طالعين حتى يطبقون القانون، المفروض الدوله هي اللي تطبق القانون بالاول. يعني دوله رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني المحترم، الاوائل المستبعدين من الامانه العامه يطالبون بإلغاء كتاب 17/4/2021 ذي العدد قاف على 5/9655 الذي دمج دراستين الصباحية والمسائية وأخذ الثلاثة الأعلى معدلا وسرق حقنا في قانون 67 من دون نص قانوني. النصوص طبعا هم شايلين رسائل هواية، النصوص القانونية أنا هم راح أسولف فيها شوية لأنه لا بد نسولف فيها ونذكرها. الأوائل المستبعدين من الأمانة العامة طبعا نفس الرسالة، ممثلية أوائل الأنبار، هنا الأنبار هنا واسط تقريبا بابل، أغلب المحافظات موجودين، والدليل أنه تجمعهم أصبحت الناس تجي هي ويعني هو ولي الأمر يجي ويجيب أطفاله وياه. نعمة في بلد مثل العراق، يعني ما أتحدث عن ثروة العراق الآن أبداً، ما راح أتحدث ولا أتحدث بالسرقات اللي في بلد
وين اكو بلد بالعالم على الكره الارضيه بلد ينسرق منه تريليونات؟ ما انا ما شايفها سرقه القرن وربع القرن ونص القرن، لا سرقات مستمره وباسم حقوق الانسان، باسم المواطنين، باسم الطلبه. اذا ترجع للواقع الحال مختلف تماما. خلينا نبدا من الحجيه. يعني السلام عليكم حجيتنا، شلونك اليوم؟ شو اخبارك؟ يا هلا ومرحبا. يا هلا بك، شلون الصحه؟ الحمد لله، الله عمرك ما تعبان، العافيه، رحم الله والديك. حجيتنا والله تعال، حجيه شلون؟ زينه، تقدمي والله. نطالب السيد محمد شياع السوداني بتطبيق قانون 67 اللي يشمل تعيين الاوائل والعشرة الاوائل من الصباح والمسائي، بعدين قلصوها الى 3 صباحي و3 مسائي، واحنا كلنا كنا فرحانين ووزعوا لهم الكود بشكل يعني طبيعي لكل الطلاب، ولحد الان موجوده الكودات عندهم. نتفاجئ بقانون واصلا هو مو قانون، يعني طبقوا قانون اللي ما موجود اصلا، ما موجود، اخذوا براحتهم، ومجرد واحد شخطه قلم اللي شو اسمه مشوا على كلامه. زين، على اي اساس؟ ما نعرف على اي اساس. وموجوده اكو يعني اكو درجات وظيفيه لهم، بعد ليش دا يعذبهم هذا التعذيب؟ تدري احنا كم مره طلعنا مظاهرات؟ هاي فوق العاشر مره احنا نطلع ونطلب من السيد محمد شياع السوداني ان يحقق لنا هاي الامنيه ويخلي لهم درجات وظيفيه، هذول الاوائل اللي تعبوا وسهروا، والله العظيم لو تعرف ايش قد تعبوا على نفسهم. انا ما اقول لك بس بنتي وهاي، لا كل البنات، كل ذولا كلهم الموجودين كلهم اوائل ويستحقون التعيين بجداره، يعني بجداره وبحق. وللاسف سواء لا، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. محمد السوداني فرحنا من يوم القعد على الكرسي لحد هذا اللحظه، هو دائما من فرحه لفرحه، وان شاء الله يفرحنا بهاي النقطه. تخيلي نفسك انت هسه قاعده يمه، شو تسولفين وياه؟ والله هو اقول لها نفس الحكي، لا والله العظيم نفس الحكي، وان شاء الله يفرحنا، ان شاء الله يفرحنا. احنا يعني كلش املنا كلش كبير بيه، كلش ان شاء الله يا رب. تحيات. اهلا وسهلا، شلونك يوم؟ شو اخبارك؟ هنا تعالي حجي. من البصره؟ والله هاي اي والله هاي رابع مره انا اجي. والله يساعدك. اي والله بدال بتي الدرب كارثه. اي والله العظيم ماني مريضه والله، واجي على موت تعبت وعتها جهال اثنين، ما اقدر اخليها تجي من اكلي غالي. تجيني انت مكانها؟ اي اجاني واخوانها اثنين. الله يبارك. ونريد من محمد السوداني عين هاي الشباب. انت من العماره وهو ازل مهم من العماره؟ إيه؟ رئيس الوزراء من العمارة. بعد هو ابننا ان شاء الله السوداني، وامن نبي ان شاء الله كله خير هو. يعني من والله ان شاء الله متفائلين بي. والله احنا والله كل مظاهرة هي تجي، والله اظل افكر بحالها، اقول شلون تجي خطيه مره كبيره وتعبانه وتجي وحدها، ومن عدا المصاريف اللي تكلفها، يعني تقول اني هذا المصرف مالتي اخليه بجيبي يجوز شهر اني اوكل بيه عائلتي. احنا هسه هاي بالشهر نوبتين ثلاث مرات دا نجي، شنو ذنبنا احنا؟ اني هسه عندي تليب بالرأي، اجي عندي بس هالبنيه والاولى على قسمها، ونظلمه الظليمه ماكو ما صار عبر السنين. وماكو ما اخذت حقوقها نهائيا، يعني حرامات تعبت وحرامات. اني متندمه ايش قد ما كنت وياها اقري امي، اقري حتى تصيرين اولى، حتى تصيرين معيده على الكليه، حتى والله متندمه عليه، لانه خليتها بهيك مستوى، لانه ما اخذت حقوقها ولا احد نصفنا. يا سنه تخرجت؟ 2019 تخرجت وقاعده بالبيت وما تعينت بهالظروف هاي. فاحنا نطالب السيد رئيس الوزراء يشوف حالنا وحال الامهات التعبانه، يمكن اكثر بعد من الطلاب، تعبنا وياهم وسهرنا، وهسه هاي وقفتنا هي ما لها ثمن، يعني عند رئيس الوزراء يشوف حالنا. حتى جماعتهم شال لا الكتروني لا كورونا لا، كلها داومه ودوام كامل، يعني اخذوها الماده بحذافيرها. بس مو هسه خطيه، يعني هذا الظلم والطامه الكبرى بانه الكليه دزت عليهم وانطوتهم كودات، وبعدين شو فجاه استبعدوهم، اخذوا مجموعه وذول استبعدوهم. هذا الدمج هو ظلمهم، يعني الدمج، يعني هذا القرار اللي صدروه 67 دمار لهم، يعني كل واحد هلقى تعبان، وهذا اجتهادي يعني من شخص اجتهادي. يعني احنا من الناس عندنا اثنين خريجين، انا ابني شهادتين اخذ، هم ويا اخته، وهسه قاعد ماكو اشتغال صباخ ورجلا ترست اقزمه، لان ماكو شو يسوي، ماكو تعيين. شنو والله
نخرج اي تي، قسمه اي تي اي مبرمج ومن الاوائل. زين وماك وخطيه واسله وتباعه صباغ، يطلع من الصبح يجي بالليل. والبنيه كليات ابن الهيثم علوم كيمياء، هم من الاوائل وهم ماكو. يعني شو يسوون بهيجي حاله؟ هسه لو الكتروني نقول بالله هذول الكتروني يعني وقتها كورونا وهاي وعبره، بس هذول اخذوها الماده يعني احنا ذبينا عليهم دم قلبنا، غير احنا ما نريدن، بس لهم خطيه هم يعني التعب تعبوه، غير لازم لهم يكافئوهم، غير ترى غير دول ذولا يعني عافيه. يعني هسه خلي يطلع عراقي خارج غير دوله، مو يلقفوا لقف؟ ليش احنا هذول شبابنا وبناتنا وولدنا ليش خطية هذا يعني يطلعون مظاهرات واكو ترى حتى كتلوهم؟ هسه احنا المرة طلعنا قلنا يا بخلي الخاطرنا احنا الاباء والامهات، خلي ينظر بحالنا السيد رئيس الوزراء ويشوف خطية هذول الولد البنات. يعني على شريعة بالمجتمع هي الاوائل، يعني غير تنصفوهم غير تخلوا لهم فد قيمة، ولا العلماء منصفينهم ولا الاساتذة منصفينهم، وكانه احنا عايشين بكيفنا، ما اعرف شلون ماشي الامور. قدر يعني زياده بقت اكو فائض هسه مشوا، يعني هم ترى عددهم مو هوايه هسه، حتى لو ماكو يعني تطمينات بس على الاقل واحد يسولف لكم يطلع لكم يفهمكم الطريقه. يابا ترى بعد ماكو تعيينات حتى تم تشوفون دربكم، يعني وين نروح؟ نطلع خارج العراق يعني نعوف نهج ونروح؟ شلون يعني نعوف بلدنا لغيرنا؟ الله اكبر، احنا للخير نعوف خيرنا لغيرنا؟ مو ما يصير يابا. الله يخليك الله يسلمك. حياك الله عزيزتي، بخدمتكم جايين، بس تعالوا هنا تعالوا تعالوا نسولف كل السوالف اليوم. شلونك الحبيب؟ شو اخبارك؟ شلون الست؟ شو اخبارك؟ والله ان شاء الله بخير الحمد لله بخير. القانون اللي تقولون انه بمشكله قانون 67، شنو المشكله؟ تطبيقه مو عادل؟ لو مو عادل قانون 67 من صدر شمل الدراسه الصباحيه والمسائيه كل ثلاثه على حده. من انت تيجي تصدر قرار مجلس الامانه العامه تقول والله انه انا ادمج الدراستين، شنو اللي طبقته؟ وين الفقره اللي استندت عليها انت من تطبق تقول ادمج الدراسه الصباحيه مع المسائيه؟ اكو هواي شملوا معدله 75 تقول لي على اساس التفوق العلمي، وين معدله 95 واستبعد؟ وين التفوق العلمي بالموضوع؟ انت من تريد اذا تقول الاعداد ما تكفي تقدر عندك طريقه. اليوم القوانين مو بهيك تفسر، اليوم انت عندك طريقه تقدر تسوي تجربه بيني وبين ابو المسائي، ياهو اللي ينجح امتحان مفاضله. القانون ما جاب طار الدمج، قال انه نقدر احنا اكو طرق مفاضله في حاله الدرجات ما تكفي، انه تقدر تعتمد اذا كان عنده عقد، اذا كان متزوج، اذا كان عدد سنوات التخرج. مو انت تيجي تستبعدني والله ها معدل المسائي اعلى من عندك او الصباحي اعلى من المسائي وانا استبعده، يعني ثلاثه صباحي وين اناشد؟ اناشد دول العالم ثلاثه صباحي يستبعدون ومعدلاتهم 95 بسبب بوينت واحد، وين العداله؟ وين؟ العراق ما ابغى بيه عداله؟ أنا طالب من محمد الشياع السوداني، كل راع مسؤول عن رعيته، يا أما تكون أهلاً وراع وتطلع مو ظل تلتزم الصمت، يا أما تقول أنا ما أقدر. قانون جيه صريح ومطلق وشملتونا بالتعيينات وانطيتونا كودات، من تجي أنت تستبعدني بسبب قرار شطبة قلم مثل هاي الشطبة تقدر تشطبها مرة ثانية وتلغي قرار الاستبعاد وتشملنا لوجود درجات فائضة. ومجلس الخدمة صرح قال ما عندي أي إشكال بشمولكم، وإحنا ما يتجاوز عددنا 5000، وتحدى ذا قال أكثر من 5000، وتحدى حتى مجلس الخدمة إذا قال هسا أنا عينت 42000، وينهم 42؟ هواي طلاب ما تعينوا، هواي طلاب رفضوا التعيين، هواي طلاب عقود، يعني أنت من عندك 32000 درجة المنظمة هنا، هذا حقي أنا أول صباحي أستبعد، وين أروح؟ هي هاي عدالة؟ إذا صباحي استبعد بعد أروح نقعد بالبيت؟ دراسة الصباحية منفصلة تماماً عن المسائي، وأتحدى أي واحد هسه يجي يقول لا أكو قرار واستندت الفقرة صحيحة خلي يجي يناقشني. وين قانون 67؟ وين نص على أنت ما تجي بكيفك تجتهد تضع قوانين وتستبعدني؟ وين أروح أنا؟ حاجزتوهم بالقانون لو ما حاجزتوهم؟ ويا من حكيتوا بالله، بس دقيقة، منو ويا من حكيتوا بالله بالقانون؟ ويا من سولف وياكم؟ ما خلينا كتاب ما رفعنا لهم، يا مطونا فقره واضحه قولوا يا احنا استبعدناكم لهذا الموضوع، خلاص انتم ما تستحقون التعيين، حتى انا ارجع لك بجواب اقول لك انا استحق التعيين، قانون 67 جي واضح، اذا انت تقول الدرجات ما تكفي انا شلون راح اتخلص من العدد؟ مو تجي تحط فقره بدون درايه بدون علم بدون دراسه، ترى هاي مو هيك القوانين، مو هيك تفسر.
انت اقعد فسر القانون قول انا شلون راح استبعد نص، زين استبعدت نص، مو ثلاثه صباح يجوز كلهم راح يستبعدون، ثلاثه مساء كلهم راح يستبعدون، وين العداله؟ اذا انا اول 95 واستبعد، شجب يعني شجب حتى اصير شلون بوينت واحد استبعد، وين اروح؟ شجب؟ شنو؟ ما عندنا قان نسلم امرنا لله ولاهل البيت، اكو غيرهم؟ وين نروح؟ بس قول لي وين نروح؟ اذا دوله ما تسمعنا، اذا مسؤول كم مره طلعنا؟ جي مسؤول، انا عتب الشديد على النواب لانهم انت اليوم نائب تمثل شعب، تمثل 40 مليون، ما تمثل لك محافظه ولا عشيره ولا عمام ولا خوال. اليوم احنا نجيكم انت شرعت القانون، قول لهم يا بنت ايش تسوون؟ وين الرئيس؟ احنا الدوله السابقه تجي تستبعدنا ونقعد بالبيت يعني صار ما اعتبر اولى، صح لو لا؟ زين انا تعبت ودرست واولى 95 اصفط واقعد بالبيت؟ هي هاي عدالة؟ إذا هاي العدالة وين ليش هذا الظلم؟ ليش هذا الظلم؟ جدا ممتع بارك الله بيك والله أنت بالصحة والعافية. والله ما أعرف يعني عليكم السلام حبيبي. القضية ترى ما مو قضية تعيين، يعني مو القضية إنه محصورة بالقضية التعيين لا، قضية ظلم، أكو ظلم بالموضوع، أكو عمل المفروض الدولة تدز عليهم. هسا عجيب والله تفسر لهم القانون، هسا هم يجوز ما فاهمين القانون، فسروا لهم القانون بآلية علمية تتلائم ويوضحهم. لا تستفزون الناس تخلونها بالشارع ظالة وتتظاهر وتشيل الصور وكل شيء ماكو. حاولوا كسبهم، حاولوا انه تسولفون وياهم، ما ممكن يعني هذا الشاب. وبعدين هسا من 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 يعني هي والله مشكلة، من واحد يسلم أمره وين ما أعرف لمن يسلم أمره، للأسف من يطلع عن الطريق الصفطون الكاميرات قدامه وتحتبرونه مجرم، تحتبرونه مجرم من يطلع عن الطريق، تحتبرونه مجرم وتطلعونه بالقنوات وتفضحون به، بس من يطالب بحقه ويوقف وقفة ناس بكل احترام وكل أدب ويوجه رسائله وبكرسي المية، هذا ما تسمعوا له، ما تديروا له بال. الله يساعدكم شباب، الله يساعد قواكم الله، والله يساعدكم والله يكون بعونكم. واشكر قناة زكا راس على نقل هاي الشريحة المهمة المظلومة المهمشة. طبعا انا عندي سؤال، يعني بدي السؤال هو الدولة مالتنا هي دولة مؤسسات لو دولة اجتهاد شخصي؟ دولة مؤسسات المفروض، دولة مؤسسات النواب هو السلطة التشريعية، هي شرع القوانين والأمن اللي رحم الله والديك، والمجلس الأمانة العام المجلس خاصة الدارة القانونية شغلتها هي شنو؟ استصلاح الأخطاء القانونية. يعني إذا قانون مجلس النواب شرع قانون إداري وبأخطاء قانونية، دائرة الأمانة العامة الدارة القانونية إنه هذا خطأ، مو إنه تستبعد فئة على استناد على أي فقرة ماكو، تستبعد فئة كاملة اللي هي الأوائل قانون 67 استبعدت نصهم تقريبا على أي فقرة استندت. وبعدين هذا الاستبعاد يكون المفروض من مجلس النواب مو الدارة القانونية، المفروض التعليمات من تجي من مجلس النواب، الدارة القانونية هي اللي تفسر هاي الأمور مو إنه تستبعد فئة. إيه فإحنا ناشد دولة رئيسه محمد شاه السوداني أريد ينهي هاي المسألة، وإحنا هاي تعبنا يعني هاي مظاهرات طلع. أسئلة شوية تحملوني خل أسألكم إياها، شلون فاهمين القانون أنتم؟ فاهمين بالقانون لو ما فاهمين؟ راح أشرح لك. فاهمين لو لا؟ أنا فاهم طبعاً. تمام. وأنت فاهم القانون ال 67؟ من خلال المناشدات ومن خلال الكتب ومن خلال الإعلام ومن خلال القانونيين فهمنا القانون. فاهمين جملتين وتفصيلين. فاهمين القانون؟ نعم. شنو القانون؟ قانون يا براحتك رحم الله وديك. قانون 67 أول ما صدر 2017 إجى القانون مطلق، والمطلق لا يجري يعني مطلق الدراسة الصباحية والمسائية. أول شيء كان القانون 67 فقط الدراسة للثلاثة الأول الصباحي، بعد تظاهرات وضغط شملوا الثلاثة المساء، صار عندك ثلاثة أوائل صباحي وثلاثة مساء، رغم أن الدراسة الصباحية منفصلة إداريا وقانونيا عن الدراسة المسائية. هذا الحكي لحد 2020 شهر الثالث تقريبا ب 14 هيجي الحد هذا الوقت انه الدراستيان ومشمول، واحنا عندنا كودات المستبعدين تمام. بشهر 11 ب 2020 مجلس الخدمه الاتحادي اطلق تعيينات 200 درجه وظيفيه على ديوان الرقابه الماليه، وكل احنا قدمنا مستبعدين او ما مستبعدين تمام، وشملوا من عندهم من المستبعدين وشملوا من المستبعدين هم 200 واحد او اكثر او اقل،
بهاي الحدود. تفاجأنا وراء 3 أشهر بقرار الاستبعاد، رغم أنه قرار الاستبعاد صادر قبل شقد سنة بس ما أعلنوا عنه، أعلن عليه وراء 4 أشهر، وإحنا هذا الحكي في شهر 11 إحنا مقدمين على هاي التعيينات. زين أنت إذا خايف من شيء أو قانون مالتك مو صحيح، ليش تخبى هذا الشيء؟ تقدر تعدل القانون. لا ليش ليش أنا مستبعد الأوائل، ليش ما أسان اليوم وجه الكتاب كتاب اليوم وجه، ليش ما بوقتها أعلنت عنه؟ ليش ورا سنة؟ زين قبل 4 أشهر ليش إحنا قدمنا على ديوان الرقابة المالي مجلس الخدمة التعاطي تقدر تتأكد من عنده 200 درجة وظيفية، قلت لك أكثر أو أقل قدمنا عليه الأوائل، وأنا واحد من الناس المستبعدين قدمت عليها وطلعوا هواي أوائل المستبعدين طلعت اسمهم، ورا 4 أشهر والله يقول تعالوا أنتم مستبعدين إحنا ناخذ الأعلى. زين تبيها حق ويا فقرة تستند إلها حتى الدراسة الصباحية والدراسة المسائية تدمجن، وهن رغم هن إداريا كتاب 9655 ليوم الاستبعاد دزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوزير مالتها دز كتاب للمجلس الخدمة التعاد وللأمن للأمانة العامة قال لهم أنه الدراستين منفصلات إداريا وماليا ولا يجوز الدمج، صح؟ أنت شلون تدمج دراستين هي شغلة المنفصلات، يصير هسه قناة أو هي قناة أدمجهم سوا تحت كادر واحد وإدارة واحدة؟ طبيعي لازم كل واحد تمويل المالي، صح؟ جدا ممتاز، ربي يحفظك ويخليك الحبيب عيوني استاذ الله يسلمك اخوي، عندكم صبر وعندكم اهتمام لقضيتكم واحنا مهتمين بقضيتكم. لان قضيتك لك سؤال، انت اعلامي واعلم مني واقدم مني، القانون القوانين ليش تشرع بناء على شنو؟ اكو مشاكل لازم نحل حلب، اقرا جريده الوقائع ماكو، كل قانون ايش يكتب جواب الاخير؟ بناء على مقتضيات، بناء المقتضيات شنو؟ مصلحة العامة. القانون من يدخل مجلس النواب يدقق وينقح لغويا وإداريا وقانونيا، مو؟ وكم قراءة يقرأ؟ كم من 3 قراءات؟ أها مو؟ يروح ويرجع يروح ويرجع، يرجع المجلس الوزراء يروح المجلس النواب، يرجع المجلس الوزراء يروح مجلس النواب، بالإضافة إلى أكمال النصاب، مو؟ هاي معضلة لا قاعدة واتفقوا عليها، مو القانون سواه بال 2017 زين وافق عليه منه رئيس الجمهورية صادق عليه يعني شنو شرعا طلع وقانونا طلع، اكتمل القانون بالمجمل، ايش راح يصير؟ لازم ينفذ، مو صحيح؟ ما نفذ ليش؟ دخلنا تونا طالعين من حرب داعش، مو صحيح؟ بال 2017 تونا طالعين والعراق مستنزف كل موارده الماليه. اجينا صار موازنات ماكو، ما اعرف ايه ما اعرف هسه. ب 2019 دخلنا بكورونا، ازمه كورونا. استنزفت الموارد ايضا. كنا وقعنا بها الكورونا. خوش؟ شويه انتعشنا قلنا بال 2021. نزلت التعليمات ما تنفيذ القانون. لهنا واضح؟ ماكو مشكلة. ايه. ماشي الامور تمام. يعني انا رأي يعني طالع من بيتنا رايح للسوق خاورني الولد، قال لي تعال طلع اسمك. انت تعينت. صدق كذي انا فرحة حتى ردت اندعم. يعني واحد انا مواليد 83. والله العظيم مواليد 83. يعني انا انتظر تخرجت بال 2010. انتظرت بالواحد وعشرين قلت يا الله فرجت اي راح اخذ قرض راح اشتري سياره واروح على اوه انا متزوج عندي طفلتين اي زين رحت استلمت كود ما شاء الله يا الله اي حتى ام التسجيل قالت لي ترى انت ما تتعين بالجامعه قلت يا عمي وين ما كان وين ما كان زين اي حتى لا حتى شويه ضحكت وياه قلت حتى لو بالبلد ينفخ شياس اي خاش اي زين ها زين يعني اي يعني من فرحتك شو تسوي؟ قوم تحس وتسوي جدول اعمال حياتك اي اجينا شنو قدمنا على طلع التعيينات مال منافذ الحدوديه ديوان الرقابه الماليه وش اسمه بعد الثالثه ما اعرف ناسيها قدمنا وطونا واستمارة القبول ورقم الاستمارة موجود اي طلعت النتائج مال القبولات بها مفاضلة سنوات تخرج ومعدل وتزوج وما ادري شنو هاي
إيه رحت للمجلس قالوا انت ان شاء الله بالوراحه. سهله سهله اي يا ابو ما يخالف، بس انتظرنا 10 سنين انت ما انتظر سنتين اي يومي انا شو اسوي ماخذ من الواحد اطب على موقع مجلس الخدمه اشوف اسمي موجود تسجل حضور اي لازم يومي الصبح ومساء حتى سكرين اخذ اي اي وخابر يا بيت ترى بعدني اي ما شاء الله اي اجتي التعيينات مال القانون اي دخلت على اسمي يا صباح ما صبح علي من دايره سنه اي اسمي ماكو عدل بدل الفوق اكو والجو اكو وانا بالنص ماكو طار انشلع زين والله ضحك اي زين خوش بك توصل والله ضحك بك رحنا اي رحنا راس جامعه مالتنا قال والله انتم مستبعدين ليش مستبعدين قال والله ما ندري الجامعه اي قال ما ادري هم من هناك ما ودي مستبعد مستبعد حسب الاعلى معدلين هنا تخرب السوق لا لا انا مين اروح شط ماك اذ بروحي مني زين لا عندي جداحه واشعل بروحي كلش ماكو اي رجعنا صدمه مشت الايام يا الله يا الله يا الله يا الله طب وانكشف الكتاب المنشوب بسبب دمج الدراستين الصباحيه والمسائيه واخذ الاعلى معدلا. الشخص اللي اتخذ هذا القرار هو قاضي. قاضي. قاضي بين الناس. قاضي. وين؟ بمجلس شورى الدوله. وتم تنسيبه على مجلس الوزراء. صار رئيس الدائره القانونيه. القانوني هذا بعد يعرف حافظ القانون كله على قلبه. المفروض المؤسسه التنفيذيه من الدز اشكال بقانون الدزه للتشريعيه بيصل المشرع دزته للتنفيذيه ابو التنفيذيه يقول لك انا قاضي ممكن انا افسر قاني اي هو اعلم فسر على انه حسب شنو حسب مذكره داخليه صارت بوزاره التعليم العالي انه انتم هاي الاعداد هواي نريد نقللها شو تسوون اذا اخذنا المسائي الصباحي ما يتعين لان معدلاته معلى واذا اخذنا الصباحي راح تزيد الاعداد ويا المسائي والدرجات ما تكفي وهذا هم خطا اداري لانه من رفعت البيانات من الجامعات رفعت كلها المتعين المتوفي المسافر وما ادري كلها رفعت جمله وتفصيلا على هذا الاساس شاف الاعداد هو وزاره التعليم شو يسوي؟ وقفهم كتاب زين خبل اي من هذا مرتب اشرق اشرق الشمس التي اي من هذا سووا لكم ثلاث انصاص اي ثلاث انصوص اي ثلاث انصاص اي ثلاث انصاص اي انا جدا ممتن عيوني وربي يحفظه الله يخليك الله يسهل عمليتكم بعد انت يفتح الباب الوسيط من بعد الله بيننا وبين المسؤولين الله العظيم الله يسلمك اشهد الله بهذا اليوم وانا ما اريد اقسم دزيت رسالة والحلقة السابقة دزيتها نعم. وتواصلت وقلت يا الله يمكن راح يخابرونهم راح ينزلون قرار راح ومثلك هم اطبع على مجلس الخدمة واشوف احنا فلوس موجودة فلوس العراق بفلوس لا لا مجلس الخدمة يريد لكم لا 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 الفلوس فلوس موجودة لا الفلوس موجودة ال 74 الف موجودة موجودة سطيف سامي من كانت رئيس مسؤول دائرة الموازنة دزت استحداث 74 ألف وشوية يعني هي وفلوسها طيب سامي تدري يعني ست دقق انه انا ما طلع شيء اذا مو بي مو هسه عندك ايش قد عندك 32 ألف وبيها فلوس تصرف مجلس الخدمة ايوه موافقة وزارة المالية يعني احنا ما باقطين على الموازنة ايش قد العدد بالله النهائي بيناتكم اذا انتم اعداد والله والله هي كانت 58 وحسب التنبؤات اللي تنبأ بها مجلس الخدمة يقول انتم لا 29000 قسمها بالنص لانه شنو العدد استاذنا اذا تسمح لي بالبدايه بالبدايه استاذنا بس اذا تسمح العدد هو كان بالبدايه عالي لكن تدري اكو طلاب دراسات عليا راحوا يعني شملوا بحملة الشهادات العليا طلاب مسافرين طلاب متوفين طلاب متعينين على وزارات أخرى بواسطات أو بأمور أخرى طلاب عقود طلاب أجر يومي هذول كلهم يستبعدون ذوي الشهداء ذوي الجسمة كلهم يروحون حسب الفئة مالتهم
فالمفروض هي تكون اكو نظام مفاضله، مفاضله مثلا للمتزوج الى نقاط، المعدل الى نقاط، التسلسل مالته الى نقاط، كونه من ذوي الشهداء. الجهه القطاعيه اللي هي وزاره التعليم العالي للسنوات الماضيه كلها تاكد بكتبها انه فصل الدراستين المسائيه والصباحيه والاستقلاليه بيناتهم، كل كليه لها كيانها وقائمه بذاتها، يعني عماده، اساتذه، تدريس، حصص، قائمه بذاتها. لكن الامانه العامه قاعد تصر على هذا التفسير الوحيده اللي هي ما اعرف الامانه العامه تشتغل ضد الشعب. يعني ابو المرور يصيح صار 5 سنوات رافع مقترحات لتخفيف الزخم ومنع استيراد السيارات، والامانه العامه تنشر الفوضى وترفض، وزير الداخليه يوافق وهم ما يوافقون. زين ذول الاوائل اللي بكل دول العالم يحتضنوهم يقدمون لهم كل التسهيلات. بعيدا عن الشهاده وبعيدا عن الاوائل، هذا العمر هو اللي مطلوب الان في كل دول العالم. احسنت، يعني الشباب هو العالم، هو دعم الشباب، يعني الشباب هم نواه المستقبل. يعني هذا بعد طاقه جديده، يعني يريد يقدم، يريد يعمل، يريد يبدع، يريد يخدم وطنه. يعني هم دا يكرهون الطالب بالعلم وبحب الوطن، لانه هو ما يخلوه يعني بعد يبدع او يقرا او يتعب حتى يخدم وطنه. هذه هسه من يشوفون هالرسائل هذه يعني الابتدائيه، المدارس الابتدائيه، يقول لك والله يعني ما بعد ما ادرس عليها من ادرس، ما هو محصل شهاده. يعني الطالب قام يروح للقطاع للمهن ويترك الدراسه. هذه هي كارثه، وهذه كارثه هذه، لانه بلد اذا انتهى به التعليم يعني انتهى البلد، ما تقوم لقيامه. خلينا نحكي بواقع حال الدولة، ما تقدر تعين كل اللي خريجين. أنا وياك نتناقش ونتناقش بواقع حال، الدولة مستعدة تعين كل الخريجين على العراق كلهم؟ يعني شنو هالموازنات الانفجارية اللي عندنا؟ ما تقدر تستقبل هذا الأعداد، الآلاف مؤلفة كل سنة يتخرجون عندنا عدد، ما ممكن الدولة كلها توفر لها يعني توفر لها تعيين ودرجة وظيفية، الحل شنو؟ أحسنت أستاذ، احنا دا نحكي عن نخبة، يعني هم دا يتخرجون مئات الآلاف سنويا من الطلبة، واللي المفروض تكون لهم فرص. يعني هم يحكون عن النظام السابق، بالنظام السابق كان الأوائل مباشرة يتعين معيد، يعني أول ما يتخرج يتعين معيد، وباقي الاختصاصات حسب الحاجة يصير إلى تعيين بالوزارات. زين طيب احنا ليش هذول النخبة؟ يعني احنا ما نتكلم عن عام، يعني انت تدري هسه اذا تشوف وزارات الدولة التعيينات اللي بيها، يعني مو اختصاصهم. يعني انا حاجيك بالكهرباء متعينة تربية اساسية واداب ورياضة ومدري ايش، زين وين التخصص؟ يعني انا بنتي اختصاصها جيوفيزياء الأولى على قسمها، وهذا اختصاص جديد بالعراق، يعني حتى تريد تدرس دراسات عليا ماكو إله، بحيث راحوا هي جامعة الكرخ للعلوم، راحوا جامعة بغداد قسم الجيولوجي رفضوهم لدراسات عليا قدموا، لأنه يقولون لهم أنتم دروسكم تختلف، يعني لا أكو دراسات عليا ولا أكو تعيين إلهم، يعني يتخرجوا أول بعد التعب مالته ويروح يقعد بالبيت. في حين هسه يعني الزلازل هذه والعالم والانواع الجويه كلها محتاجه هذا الاختصاص. لا هو هذا اختصاص نادر جدا، يعني هسه حتى اذا تلاحظ قنواتكم من تريد تستضيف اختصاص على هاي الزلازل بالجيوفيزياء معدودين بالعراق، يعني 2 أو 3 بعدد الاصابع، اقل من عدد الاصابع. زين ليش ما تحتفظون ذول الاوائل؟ يعني ما اعرف يعني هالدوله شلون بدها تشتغل، تشجع الاميه، تشجع التخلف. الاميه الان المفروض العلم هذا تشجع تدعمهم، ذولا علماء المستقبل. بارك الله فيك، الله يعطيك الصحه والعافيه، وهذه رده الفعل واضحه عليكم جميعا اولياء الامور اللي حكينا وياهم، اللي حضرتك يعني هذا الموقف مو سهل. بناتي الاوائل. اوائل اثنيناتهم. اثنيناتهم جيوفيزياء. واثنيناتهم قاعدات. اثنيناتهم قاعدات. تحيات. سجاح حسين عباس وفاطمه حسين عباس.
بارك الله بكم. حياك الله. تحياتي. شلونك الحبيب؟ السلام عليكم. تحية لقناتكم الكريمة. أنا خريج قسم الفيزياء الطبية والثاني على الدراسة الصباحية ومعدلي جيد جدا. تعب والله معدلي جيد جدا، معدلي 80.5. تعبنا واجتهدنا وسهرنا الليالي. طبعا احنا تعرف انت كلية علوم كل الصعبة، وخصوصا تخصصي نادر وجديد واحنا ثاني دفعة على مستوى العراق. فالنجاح بيها جدا صعب، مو عاد انه الطالب ينجح ويجتهد ويطلع من الاوائل. تالي ورا ما تخرجت تفاجئت انه استبعدونا بهذا القرار المجحف اللي يبحقنا. الماجستير هسه خصوص يعني التخصص مالتي، بس فتحوا لنا جامعة بغداد زين نقدر انه نقدم، العفو جامعة المستنصرة نقدر علي نقدم عليها فيزياء طبية اللي هي بكلية الطب صارت، ومقعد واحد ويقدم عليها بطب الاسنان والصيدلة والطب العام، وهسه ضافوا ويانا الهندسة الطب حياتي واجهزة طبية. يعني احنا كومه، احنا هو قسم المفروض لنا الاحقية وضافوا ويانا اقسام زين. الثاني لا ويا الاوائل راح اقدر اضمن حقي، لا ويا الماجستير زين وين نروح؟ شلون احنا؟ تورطنا درسنا، تورطنا سهرنا الليالي، تورطنا تعبنا على نفسنا. نطالب محمد الشياع السوداني انه ينصفنا ويشوف لنا حل، لان والله العظيم تعبنا كلش. الله يبارك فيك، والله يعطيك الصحه والعافيه يا بطل يا حبيبي 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 ورده. خلنا والله ننطي صوره على الاخوه الموجودين. والله يعني احنا مرات والله احتراما للناس المشاهد ما نقدر يعني ما نقدر نحكي حكايات حكايات قويه ونسبب لنا مشكله اخلاقيا ما يجوز. ولا والدرجات جاي تنباع يا ناس، يعني هسه لو واحد يحكيهم فد مره كلهن طقطقهن لكم، هسه طقطقهن ما يحتاج. ترى انا صحفي اعرف كل التفاصيل، ما معقوله مدير دائره وبدوله ما يعرف جاي يصير. مو جاي يصير، كنا عرفناه كنا عرفناه بشده وبشدتين صار التعيين، وبيا وزاره تريد وكتابك يوصل وراك بس باشر. هسه مو كل السوالف لان هذا ياثر على ياثر على على الناس اللي تسمعنا. احنا وصلنا لمرحله بعد ما نسكت بيها بعد ابدا، نتهدد وننقتل وهاي وننقمع ما نسكت بعد مستحيل، لان القضيه وصلت الى مرحله ما ممكن السكوت ابدا. وبالاوراق ووثائق انتم اللي توافقون عليها ظلت توصلنا، وكل شيء يوصلنا ترى، بس احنا احتراما لانه الدوله تريد تمشي بالطريق الصحيح واحنا وياها نسايسها نمشي. بس من توصل مرحله انه تقفل بوجه الناس الباب، لا والله نسولف نسولف. مو بعيده عن الدوله انه توافق لهم 5000 شاب وشابه يوقفون يفترشون القاع اصحاب شهاده في بلدان العالم، شو يوفروا لهم؟ هسه انا مستعد، انا عندنا جماعه مسافرين وعارف يعني وتواصل وياهم مستمر بالولايات المتحده. شنو يوفرون لك؟ السكن، ويوفرون لك بيئه امنه للعمل، ويوفرون لك مستلزماتك الحياه سنويا، ويوفرون لك مبلغ من المال. بس انت يمنى وقدم وامشي باجراءاتك وتحصل. احنا ما نريد نسولف لانه الكثير من مواطنينا ومن العلماء اللي هجروا، الامارات منو اللي بناها، الخليج منو اللي بناه، العراقيين ترى بنو، الصين منو اللي بناها، عراقيين، بريطانيا منو اللي بناها ووصلها لهذا المستوى، المانيا الحرب العالميه اللي اطاحت بناسها منو اللي بناها؟ صدقون العقول العراقيه. لا تستهينون ابدا بالعقل العراقي، ترى مو سهل، لكن انتم ما مفرين له، انتم حارمينا من ابسط الاشياء، حارمينا من الكهرباء، حارمينا من المي، حارمينا من 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 عيشته امن، بعدين حارمينا من دراسته، من علمه، من تعلمه. وقت الحاجه يهبون يروحون، اللي راح للحشد واللي راح داخليه واللي راح جيش، وتبترت الناس. العلم لازم يبقى، العلماء لازم يكرمون، العلماء لازم لهم مساحة. لا تهجرونهم ما دامهم شباب يريدون يشتغلون، يريد يبني مستقبله، هذا شاب مندفع يريد يبني مستقبل في بلد
لا مستقر أمنيا ولا مستقر سياسيا ولا مستقر اقتصاديا، وقتال على عيشه. شلونك عمي مرة ثانية تنور؟ أحب أنوه على نقطة، يعني إحنا ممثلين الشعب عندنا 329 واحد ما شاء الله، الله يزيدهم، ومن الصبح لحد الآن ما حد بين منهم. وأنت بالمدخل مالتهم؟ بالمدخل مالهم، إضافة إلى أنه المظاهرة يعني هاي مو الأولى ومعلن عنها من فترة، يعني أكثر من أسبوعين، يعني المفروض هم يتابعون مشاكل الناس، ما حد حضر منهم، ما حد كلف نفسه أجى حضر منهم، ولأنه هم مو حملة الشهادات الحقيقية، يعني ولا يعرفون قيمة الشهادة الحقيقية. يعني أنا أحكي لك، أحد النواب اللي أنا للأسف اتخذت لي دورتين قريب كونه قريب علي وأقدر أشوفه، لما قلبك لما أقول لا لا اللي كم قلبي طبعا، وهسه أنا يعني أخذت عهد على نفسي بعد خلاص، من أراوين وثيقة مالتها الأولى يقول لي والله تعذرني. طيب انت العاد على شنو منتخبيك اذا انت الاول اللي ممكن تتفاخر به، وهو يروح على الطلاب الاول الابتدائي يوزع لهم نستلات وما ادري ايش وكذا ويصور وينشر وكذا، وهذه ويقول اشجع العلم. طيب هو تشجيع العلم بهذه المرحله الابتدائيه، يعني مع احترامنا يا صحيح هم كلهم بدوا من هاي المرحله، لكن هذول النخبه اللي طلعوا مو اللي الثمرة اللي أنتجت يعني هاي الشجرة. غير أنت تريد واحد منهم يجي حتى يوصل الصوت يدخل للأمانة العامة، لأنه هنا أنا مانعين وشوف الطوق الأمني ما حد يقدر يوصل، لا ممثل لا أحد، لا من أولياء الأمور لا من الطلبة. نريد واحد يعني يقدر يجي من هذول 329 اللي دا يأخذون ميزانية مهولة مئات المليارات، وينهم؟ خل يجي ياخذ مطالب هاي الناس، اذا يدخل المجلس الوزراء الامانه العامه اللي بكيفها قاعده تفسر. نوجه احنا نداء مقتدى، هذول نخبه المجتمع، هذول الاوائل، ذولا ثمره الدراسه والعلم، يعني انتم ليش تضحون بهم؟ يعني هو شنو هم الثلاثه الاوائل؟ ايش قد عددهم من مجموع العراق هذولا؟ هاي بالعالم كله، هذا الخليج اللي بصفك يحتضنهم ويعطيهم رواتب ويوصل دراسات عليا ومختبرات وبحوث ومراكز بحثيه، انتم ايش تسوون لهالبلد هذا؟ كله استيراد 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 وتهريب بهالعمله هذه، يعني الى متى؟ هالشعب هذا دا يصير على راسه، يجي ينادي باسم الشعب وحقوق الشعب، وبس وصل للبرلمان الجكسارات والرواتب والهذي ونسر الشعب واندمج ويا الطبقة السياسية هاي اللي صار أكثر من 20 سنة ناهبتنا وظالمتنا وأيديها ملوثة بالدم وبالمال الحرام. يعني ما أدري بعد واحد شيحكي وياهم يقول له أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لي ما تنادي، إن الله وإنا إليه راجع. جدا ممتن جدا ممتن يا حبيبي. عليكم السلام الحبيب، شلونك؟ والله الحج بس دقيقة، الحج خوش انطاكم وياه من الأخير، 329 نائب ما حد كلف نفسه وهو بطريقة ينزل من الجكسارة ويتمشى لهم ويسولف وياهم سالفة سالفتين، يقول لهم يا ترى شغلتكم ما تصير، شوفوا لكم كنابر بيعوا بيها، مع احتراماتنا لأصحاب الكنابر لأنهم أصحاب شهادات طبعا لأهل الكنابر زين، وما تصير شغلتكم، حتى كل واحد يشوف شغلته، يروح اللي يروح حداد يروح عامل يستمر بيوميته، ليش خطيه واقف هنا بهالشمس يوميه؟ احسن، والبنات هم بعد يطبخن ينظفن يشوفن شغلتهم بالبيت ويقعدن ويسكتن، والمدارس والجامعات سلمولي المدارس والجامعات الاهليه اللي سويتوها ان بعد 2003، دائما اقول اني لا استثني واحد ابدا، من 2003 لغاية الآن في دمار هذا الشعب أبدا، من 2003 لغاية الآن الكل مشتركين، والدليل النتائج الآن يوم بعد يوم تصير أسوأ، والمشكلة تكبر ما تصغر، تتفاقم الأزمة وما لها حل، لأنه مو أصحاب قرار ولا أصحاب حل للأسف. للأسف الشعب مل منكم ومل من سياستكم وبعد ما يتقبلكم،
خلوا عيدوا الثقة للناس وعيدوا ثقة الناس بيكم. الآن السياسي منبوذ بكل العراق، منبوذ ما حد يريده، النائب هم ترى سيادة النائب، لا تشوفهم ملتمين عليك وياخذون صور، ترى ما راضين من داخلهم ما راضين. إذا الأب راضي واخذ صورة وياك، الابن ما راضي ترى والعائلة ما راضية عليه، ليش أبوي أخذت لنا صورة ويا نائب باق حقوقنا وعذبنا ودمرنا وتكذب علينا؟ بهالشكل يتعاملون ترى، لا تصدقون كل الناس اللي تاخذ وياكم صور هي تحبكم. فحلوا مشاكل الناس قبل ما تتفقون على صفقاتكم في مجلس النواب وغيرها. وهواي جاي نسمع ونشوف، اصبحت كل خلف الله على التليفون يطلع كل فضايحكم. والله عيب، عيب والله عيب وخزي انه فضايحكم اصبحت بيناتنا تتداول بشكل يومي. فلان سرق وفلان باق وفلان اخذ مليار وشرد وفلان عليه القاء القبض وفلان، عيب الحبيب. السلام عليكم استاذ. الاوائل المستبعدين بسبب دمج الدراسه الصباحيه والمسائيه، تم اصدار كتاب من الامانه العامه لمجلس الوزراء حسب دمج الدراسه الصباحيه والمسائيه حسب كتاب 17/4 صادر من الامانه العامه 2021. هذا الكتاب صادر من الامانه العامه لمجلس الوزراء. الامانه العامه لحد الى هاي الساعه مع جميع الكتب اللي صدرت من قبل وزاره التعليم العالي، سبب كانت نقول احنا اليوم سبب المشكله كانت من قبل وزاره التعليم العالي تقول بسبب كثره الاعداد وليس هناك درجات وظيفيه شاغره. هذا الكتاب كان صادر من وزاره التعليم العالي. بعدين رحنا فتح مجلس الخدمه الاتحاديه السيد محمود التميمي تعيينات ما يقارب عددها 74 الف درجه لحمل الشهادات العليا والاوائل. تم تقديم جميع الاوائل مشمولين بقانون 67 لسنه 2017، وتم هناك درجات فائضه في مجلس الخدمه الاتحاديه ما يقارب عددها 32 الف درجه وظيفيه. نرجع لكتاب وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي تقول لك اليوم بسبب كثرة الأعداد وليس هناك درجات وظيفية شاغرة، ومجلس الخدمة الاتحادي يقول هناك درجات وظيفية شاغرة. تناقض بالقضية. اكو هي مشكلة وين؟ مشكلة 74 ألف درجة وظيفية، اللي قدم عليها المشمول بالقانون 67، قدموا بقى 32 ألف درجة وظيفية. السيد محمود التميمي قال أني هاي الأعداد تكفي جميع الأعداد وماكو أي مشكلة، أرجعكم فقط إلغاء كتاب 17/4 اللي صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. تم إصدار كتاب من وزارة التعليم العالي 14/2/2023 يؤكد فصل الدراسة الصباحية والمسائية. أنا هسه بدي أسألك سؤال وتجاوبني بصراحة عليه بأخير دقيقة. تحسون إنه الدرجات الوظيفية جاي تباع أو تسرق أو تروح للنواب؟ إي لو لا؟ حقيقة إحنا اليوم الدرجات الوظيفية يعني إذا تجيها على الواقع إي أكو واقع، هو هذا الواقع إي درجات قاعد تنأخذ من عندنا. ليش درجة 32 ألف درجة وظيفية موجودة لا تزال من حق الأوائل، وين بعدين نروح؟ شكرا جزيلا. تحياتي تحياتي. نعم مشاهدينا الأحبة، طبعا لا انتهى البرنامج والله أنا آسف، السوالف هواي وكلهم سوالفوا وانطناهم الفرصة للحديث، لكن ختمناها بسؤال وجواب. إيه لو لا تنسرق لو تنباع لو شنو؟ قال إيه تنسرق وتباع الوظائف والدرجات الوظيفية في العراق. تقبلوا ودي واحترامي، انا محدثكم احمد الركابي وزملائي يرافقون اليوم بهذه الحلقه الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور عمر ستار. اشوفكم باكر بخير وسلامه، وواحد من الناس يوميا عزاء قروسي في الساعه 9 الصبح والعادة الساعه 4 العصر والساعه 12 بعد منتصف الليل. الى اللقاء.